عسلامة مدام. عسلامة أختي. لاباس؟ الحمد لله. قدم لي روحك. أنا اسمي سامية. مرحبا بيك مدام سامية، اش تعمل في حياتك؟ مرأة يعني مجاهدة على أولادي، مرأة مطلقة. قداش عندك صغار؟ عندي زوز بنات، البنية الكبيرة 15 والصغيرة 14. إن شاء الله ربي يخليهم لك. مدام أنت حالة اجتماعية اليوم؟ مرأة فعليك مريضة، وصلت مرتبة لمرض سرطان في الثدي. لطف عليك. عايش عادي في مستشفى صالح عزيز، من بعد المرض تعبت. المرض معناها في بداية المرض انت توا ولا كيفاش؟ لو تحكي لنا التفاصيل. انا بديت المرض من عمري 20، عملت البيوبسي الاولى طلعت لي بنين، والثانيه 21، وتويكا عندي دي فيبروم ويت فيبروم، تفرقوا لي في صدري. دونك شنو هو الحل؟ الحل يعني نطلب الناس يعني الاخوان يقفوا معايا، سواء في معيشتي سواء في كراية. انا ما نفهمش برشا في معناها سرطان الثدي، فما انواع؟ فما انواع، فما يقولوا هم اذكروا، فما يقولوا الانثى، فما يقولوا الخبيث، فما يقولوا الحميد، لكن هو كله مرض، مرض معارض للبشر. فما اللي يطول معاه حكم العمر. نوعية مرضك انت معناها مش كيما الامراض نتاع السرطان، عافانا وعافيكم الله، اللي معناها يستأصلوا الورم وترجع لاباس. هو تو متأقلم معايا المرض هذايا، لكن انا من بعد نخاف المخالفات نتاعو، لاني ما ننجمش يعني نقاوم. فهمت؟ نحب نعيش لاولادي انا. ما يسالش حتى نتصارع انا وياه، المهم نعيش لاولادي. معناها السرطان موجود كان في الثدي فقط؟ الثدي كهو. وتوا عطيني ايكو سيرفيكال على خاطر على الغصة على التيرويد على الولسيس، حكم احنا يعني في العائلة عندنا شكون مريض به، امي وبابا ماتوا به. هو بالوراثة. اي وراثي. فهمت؟ هذاك علاش؟ انا مشني خايفة من المرض. ان شاء الله ربي يخليك لصغارك. الحمد لله ونعمل اللي عايش، لكن المال يعني تعبت في معيشتي، حتى في ماكلتي، حتى في كراية. بدلت عليا الدنيا، قلت نخدم صح على صح سطار، نزم التو. طليقك يعاون فيك على صغارك ولا؟ حد النفقة كها ومية مية ياخذوا. هذاك اش حكمت عليه يعني المحكمة؟ ما نجمش في بالو بيك معناها مريضة وكل شيء؟ في بالو بيا مريضة، في بالو بيا. مش عاطي أهمية للمرض، مش حتى عاطي أهمية للليالة زاد. شكون يعاون فيك؟ حباب ربي. عائلتك؟ ساعات ما نطمعش فيهم. يعني انت عايشه كيريا انت وبناتك هكا هاو؟ كيريا بناتك. اي تخدم؟ بناتي اما طويك عطيتهم بوهم خاطر ما نجمش، قاعده عند اختي انا توا. هي اللي لهي بيك؟ اي لهي بيا. صحتك كيفاش تحسها توا؟ تعبة ومنقيش شكون يقف معايا. مدوية قاعدة تاخو فيه؟ لا ناخوش، من حتى في كرشي ما ناكلش. علاش؟ منقلش تغيدني ساعات بنتي كي تقولي ما يعطيني نشي، ما عنديش. معناها انت ما تخدم الجملة؟ ما نخدمش، كنت نخدم بحكم المرض ما عادش نجم. كيفاش عايشة؟ قدرة ربي، قدرة ربي، منفوخ، حاملة وساكتة، قوية الحمد لله، قابلة حكم الله. ثم عبيد اللي يجيهم مرض السرطان عافينا وعافيكم الله، معناها يتنازلوا على الثدي متاعهم، معناها يجبرهم الطبيب انهم باش يقصوا الثدي، هكا ولا؟ انتي ليه؟ لا ما نجمش نمصو. علاش؟ خاطر كبرت اللحمه عملت ماس دي فيبروم ها هما دوسيتي. من عام 99 عملت الاولى. صدار عليك هذه من عمري 21 سنه.
هذوما كيف كيف. والتراساج نتاعهم هذه الناس الخير تبرعوا لي في الكلينيك لاسبوار. كيفاش عملت لي كويت مازلت عندي عملتهم لي فيبران. الحمد لله الحمد لله. وهاي الكونكليزيون تاعي يعني ميم با عملت اوبيراسيون دوزا تروا. كي تحب تشوف واحده استيتيك وواحده حرقوني بالامليكتريك مش بالعاني طب خاطر عملوا لي نص بونج نورمالمون بونج كامل هاهم هاهم لي فيبرام نتاعي. هاي الكونكليزيون نتاعي. مازلت تعدي بيان سور مازلت نعدي مازلت نعدي. يعني شنو كي يطمنك الطبيب على صحتك شنو يقول لك؟ يقول لي ديما إجا في مواعيدك يا سامية وإيقف لروحك. يعني هل معطاك أمل أنك يجي نهار وتشفى من المرض هذا؟ نطلب من ربي يشفيني. أكيد ربي هو الشافي. مورالي مورالي الحمد لله عندي الحمد لله تقوى علي روحي. ما نحبش قدام بناتي انت حكاكة نحب نوصلهم ان شاء الله ربي يخليك ليهم. الحمد لله عايشك. اكثر واحد هكايا واقف معاك سند؟ والله ايش نقول لك هما بناتي هما بناتي السند نتاعي ربي يفضلهم عايشك. هذوكم اكثر حاجه ليا هما بناتي. شنو يقولوا لك؟ امي ربي يشفيك امي ربي يقويك. لو ماكسيموم ما تظهر لهمش اللي انت معناها تعبه نفسانيا ولا متقلقه. انت اصلا ما يلزمكش تكون تعبه نفسانيا. تحاول تحاول انت بقدر المستطاع نحاول نجيبها لها باللي نقدر عليه نشريها لها باللي نقدر. حاول تكون مرتاحه. نجم نكون مرتاحه لكن الله غالب مانيش نخدم يعني مش ندلل على شهريتي في يدي حالتي نفسية كيف صحتك ما تسمحش. مش انت ما تحبش تخدم مجموعة. صحتك ما تسمحش انك تخدم. اعطاني فرصة لبدن مش نخدم ونجيت كيف الناس ونروح كيف الناس في وقتي ونركب عشية وفطوري ونقم على هذي وهذيك. توا لا توا مخي مشخشب ماذا بيا انا وبناتي ناكلوا فرد طنجر ماذا بيا موفر لهم. حتى ماكلتك يلزمها تكون ماكله ماكله صحيه صحيه. نطلب من ربي يشفيني ونطلب حباب ربي يتقف معايا. مدام اذا فما عبيد تنجم تعاونك تنجم تخلي لهم نمرو تليفونك؟ خلي لهم خلي لهم 50 065 524 50 065 524 وإلا 26 342 215. إن شاء الله ربي يشفيك. إن شاء الله ما يضيعش أجر المؤمنين. شكرا مدام. عايش.